مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هجبه المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا اليوم مسن اللي كان سنوات كثيرة، ومنين مات مول الدار ناضوا ليه الورثة وبغاو يخرجوه من الدار وحرضوا عليه الجيران وما عندوش فين يمشي. اليوم جا عندنا السي عثمان باش يحكي لنا القصة ديالو ويطلب لكان شي مساعدة ولا لكان شي حل لهذا المشكل اللي كيمر منه. السلام عليكم سي عثمان. اهلا وسهلا، كنشكر سميتو اذاعه شوف تي في اللي عطاتني الفرصه باش نهضر على راسي، وجيت انا تنعاني كما شكيت للسلطات المعنيه الله يجازيهم بخير، قاموا ما تيتقبلوا مني الشكايات ديالي وكل شيء. والشكايه ديالي هي انني انا عشت مع الاب ديالي الله يرحمه ويرحم امتي محمد، كنت نخدم معاه، ولدت الوليدات ديالي معاه، توفى الوالد ديالي، بقيت في السكن اللي خلى الوالد بالاسم ديال 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 الاب ديالي. تدجت دازت تقريبا المده ديال واحد 10 سنين ولا اكثر، وانا تنخلص الرواتب ديال بالاسم ديال الاب ديالي. تنجي واحد النهار خليت فلوس الكرا للزوجة ديالي، جات من واحدة من الورثة نائبة على الورثة باش تاخد الكرا، سولت الزوجة قالت لها سميت راجلك، قالت لها سميتو عثمان، نضت كتبت في الريسيبو عثمان معلو. جيت انا للدار خديت الريسيبو تلقى الاسم ديال الاب ديالي تغير من الريسيبو، قلت له شوف هاد الناس راهم ناس مزيانين ناس طيبين، عشنا معاهم واحد المده كثيره ديال الكيرة وكذا، وكانوا مجاورين معنا، هما ممسك عليهم الله ملايريات يبيعوا ويشريوا في داكشي ديال العود بالجمله، وعندهم املاك وعندهم مناصب وعندهم داكشي. قلت هادو الناس راهم زعما كيما باهم الله يرحمو كان وصى عليا، قال لهم داك الشريف عنده وليدات تهلاو فيها، قلت هادي راه بدلت الاسم ديالي راه زعما باش تعرف عادي زعما فرحت، قلت راهم فيهم الخير. ما دازت واحد شويه حتى تنتفاجئ باستدعاء المحكمه بسميتو بواحد الزيادة خيالية ديال قلت أنا هادي تقريبا، إذا عاد تفاجأت قلت هاد السيدة هادي بالعاني بدلت لي الريسيبو ديال با دارتو بسميتي باش تلحق بيا زعما بالدعوة. ومشينا للدعوة، الدعوة الحمد لله السلطات شفتي تاخدو القانون ديالهم، خلاو داك الشيء هو هداك ورفضو لها داك الزيادات، وزادوني زيادة قانونية ديال 8% وتنأدي الواجبات ديالي. كان الوالد ديالي الله يرحمه كاري بخمسة وربعين ألف فرنك للشهر، وجات واحد الحملة ديال واحد النداء ديال صاحب الجلالة الحسن الثاني الله يرحمه باش ينقذ في واحد الأزمة كنا تنعيشوها حنا في الوطن ديالنا باش ينقص التولوت من الكرا لجميع المواطنين. هما رفضوا داك الساعات، الوالد ديالي الله يرحمه ما بغاش يوصل معاهم لهداك، خلى السيره هي هذيك عاديه. ملي جات دابا سميتو ملي مات الوالد وهداك، انا ضروا عليا الزياده في العهد ديال باهم، زدت 50 درهم وزدت 100 درهم حبيين ما وصلناش بها للمحكمة، بقات القضية بحال هكاك، وصلنا تقريبا داك 60 ولا ما 65 انا حيت هي بالدرهم 2000 درهم على لا دابا ملي بديت نخلص وليت ما تجيش عندي مولات الدار، بديت تجي مرة ثلاث شهور من هذاك، وحنا خلينا القضية ولات بثلاث شهور، تجي ثلاث شهور تنعطيها هذاك 2000 درهم،
ولات تتقيد لي تريمي في الريسيبو 3 أشهر 2000 درهم. هذه مدة ديال دابا أكثر من 10 سنين ولا هذاك، وأنا تنخلص بها الثمن ديال من بعد الزيادة اللي زادتني المحكمة القانونية، تنخلص لها الكريوة ديال هذا. إلا وسكنوا معايا تقريبا شي 5 ديال الجيران، مسك عليهم الله، مشاو في حالهم، مازال تيزوروني، تيزورو الزوج ديالي، تنتبادلو التهاني في الأعياد بالتليفون على حسب الجورة. الجيران اللي قبل، هادو اللي قبل. المشكل مع الجيران اللي عندك دابا، المشكل هو الجيران اللي جاو دابا جداد، هادي تقريبا واحد 14 سنة باش سكنو، من ولا 15 ولا بحال هكداك، المهم على حسب التقدير. جاو سكنو معايا، جا قدمهم، انا ما كنتش حاضر، واحد من مول الكرا دق على عليا في الدار، خرجت الزوجه قال لها الشريفه ماشي، قالت لي الشريف ما كاينش الشريف، قالت لي لا ما كاينش دابا هنايا، قال لها هذا راه الجار ديالكم الجديد، قدم ليها الجار زعما الجديد. ديما سدت الباب، مرحبا بيه، سدت الباب، وهو بارتما ديالو بوحدو في الدوزيام، وحنا في البروميير، غير حنا في البروميير عندنا لا كور، وهما في الدوزيام عندهم عطاهم هما السطح ديال الفوق. انا داك البروميير ديالي بلا كور في سكن واحد، سكنه وحده ما فيها، تيخرجوا وليداتي للسطح، تيبداو يطلوا تيبداو يكتشفوا عليهم. تنعاني من اللي بداو معايا بالاحداث، الحدث الاول هو بدا جات المراه ديال هاد الجار اللي جا جديد، بدات تدخل عند الزوجه ديالي، قلنا حنا جاره عاديه، المهم مرتين بالجيران تنتعاملوا تيدخلوا عندنا مرحبا بهم، ولكن هي كانت في الاخر تيتضح لنا بانها ماشي، كانت تبني على شي حاجه. بدات تدخل عند المراه، بدات هذاك تسولها بشحال كاريين، شحال وانتم كاريين، شحال هادي، بدات تبحث، قالت لي المراه راه كثرت عليا هادي، ساعه ساعه تسقسيني شحال كاريين فوق، شحال وانتم كاريين هادي هادي. قلت لها ما عندهاش براسها تسول، ما عندها ما عندها، انا جبت بكاريين، قلتي لا ولا ما قلتيلهاش بحال مع النهار. حتى واحد النهار جات تطلب من الزوجه ديالي، قالت لها الله يعطيك الستر، الله يعطيك الستر، قول للزوج ديالك والابن ديالك يمشيو مع الزوج ديالي يشهدوا، حيت باغيين يديروا شي ورث ديالهم ولا ما عرفتش حاجه، يشهدوا بان باين الزوج ديالي ميت، وحنا تنعرفوا بان زوج با ميت، حموها زعما عدوزه ولا عارفين، ما غاديش يمشي يشهد على شي واحد حي، هو عارفينو بانه ميت. هو لا، هو دانا بهاد الصفه، ودانا عند واحد كاتب عمومي هنايا سميتو، ودانا بانه بحال غنلتزمو بافراغ ولا بشي حاجه، بانين ليا من تيبني ليا من تحت. او شنو هاد الشيء هذا؟ شنو هي المفاجاه اللي غتعطيني هاد الشيء هذا وتاكد ليا؟ ودازت 15 يوم على هاد الشهادة هادي، دازت عليها واحد 15 يوم، دازت 15 يوم، جاني عون قضائي، جاوني عون قضائي، السلام عليكم، انت هو فلان، اي انا هو فلان، هاد الموتور ديالك، ايه ديال ولدي، كاين في السطوان ديال الدروج ديال التحت، عندنا اتساع تيحط ولدي تما الموتور ديالو. قال لي هذا الموتور خصو يحيد من هنايا ولا غتوصل القضيه للمحكمه. الله يا ودي شكون اللي داعيني؟ قال لي راه الجار ديالك الفوقاني هو اللي داك. الله يا ودي، هذه 15 يوم انا داني باش نوقف معاه على شهاده ديال باش يديروا شي حاجه ديال الارث وسميتو، وهو جا ضدي القضيه ما فيهاش. عيطت لولدي قلت له الله يعطيك السر، ولدي هز هاد الموتور من هنايا ديال الكاركيان وحيد عليا هاد المشاكل، ما بيا ما نتحاك مع جيران. هذا راه بان على حقيقته، ملي هو ما اعترفش بالجميل اللي درت معاه وعوضوا ليا بهاد الشيء هذا، ما عندنا ما نديرو، بعدنا جلسنا، دازت شويه مده
وعاود جاني عون قضائي، السلام عليكم استاذ، انت هو فلان؟ ايه انا وفلان. قال لي عندك شي حاجه زايده في الدار؟ شنو هي هاد الحاجه اللي زايده في الدار؟ ما عندي حتى حاجه زايده في الدار. قال لي من هذاك ملي شديت السلعه وجيت نشوف، مشيت بحثت عليها لقيتو داعيني في المحكمة، تيحكم تيكذب على الناس ديال المحكمة، تيقول لهم بأن هاد السيد هذا مربي حاشاكم الكلاب والدجاج، وأنا داير في الروج ديك تي في لاكور تيعوق بحال هذا. حنا عاديين، حنا هي فاش زعما الحاجة اللي معروفة أن فاش كيكون السكن زعما السكن المشترك ما كيكونش هاد القضية ديال أنك تربي زعما شي حيوان اللي كيكون فيه الصوت، حيت كينزعج الساكن. ايوا لا، ولكن هو دابا هو ما قالش بان دير ديك، هو دابا قال لك تم ربي الكلاب والدجاج وانا ما دايرش هذاك الشيء. المهم وصلنا حتى للمحكمه، المحكمه حكمت للصالح ديالي، ما يعني هذا الشيء هذا راه ما منوش، ما كاين شيء منه. دازت القضيه هذاك، حتى ولاو وليت نعاني من الهجوم، من التهجمات ديالهم. دابا الجيران دابا على حسب ما كنت انت عاودتي ليا قبل ما نبداو التصوير، بلي الوراثة هما اللي حرضوا عليك. لا انا جا عون من السلطة، واحد العون من السلطة، وقال نبهني، قال لي السي العلوي كاين عام، قال لي رد بالك راه كاين شي واحد معاهم من الولاد ديالهم زعما في السلطة ديال هذاك، راه غادي يزيرو معاك. انا عندي الله تبارك وتعالى وعندي القانون ديالي، راه هو حاميني، انا داير الشكايات ديالي وديال الواجبات ديالي. متى نمشي نقدم شكاية الناس ديال السلطة تيستقبلوها مني، تيعطوني وقت اذا تنأدي الواجبات، انا غادي مع معاملة مع الشكايات ديالي ومع هذاك، وتنطلب من الله ومن رجال السلطة باش يعجلوا لي بالامن، لانني وليت تنعاني من بزاف ديال المشاكل من طرف هاد الجيران. وملي شافوني انايا بديت نأدي الشكايات ديالي وتوصلوا بانهم بداو تيجيهم استدعاءات وبداو تيجيهم من عند رجال الامن وداك، ضروا حتى هما يبداو يشكوا بيا بشي حوايج اللي ما كاينينش، حيت انا جاتني استدعاء من عند. بحالاش الحوايج اللي كيشكوا بك عليهم؟ مشيت انا تفاجأت، عيطوا لي دابا رجال الامن هادي واحد اليومين، وتفاجأ شدتني الخلعه، مشيت قلت له هذاك شنو؟ نعم سيدي، شافني، شاف راجل كبير وشاف هذاك، قدرني الله يجزيه بخير، واحد الوليد مرضي الوالدين من رجال الامن، عطاني قال لي انا نقول لك الشكايه ديالك، راه جاتني رساله من شكايه جاتنا من المحكمه من عند الوكيل العام ولا مع الوكيل الملك ولا مع ما عرفتش، ما تنعرفش داكشي بزاف. جيتي تيقراها عليا باش يديروا معايا تا ناس تحقيق، واش داكشي زعما واش بصح ولا لا. مرة تتقول لك انا تنتحرش بها، هادي الجارة ديالك، هادي الجارة كيف تتحرش بها؟ قال لي تتكون هي تطل من الكوزينة. ما بغيتش نقول له علاش هي تطل علينا ولا ما نطلع عليها، انا عندي هذاك لاكور ديالي تتخرج فيه المرأة ديالي تا انا عريانة، تتنشر تصبين وتنشر ولا تتصبن ولا تتحيد الصابون ديالها. عندي مرت ولدي تا انا تتخرج، تتعرف البنيتات من تيكونوا في دارهم، من تيكونوا عاديين لابسه الشوميز ديالها ولا هادي ولا هادي. انا حصلت راجلها ولدها تيطالوا عليا وما عطاتنيش نمشي عند نقول لهم راه تيطلعوا عليا راه تيتحرشوا بيا، وهي دابا هي بغات تغطي على هذوك الشكايات ديالي، تجي شاكي بهم بالوثائق بالصوت والصوره. عندي وثائق وشافوهم الناس ديال رجال الامن، شافوا الله يجزيهم بخير، شافوا الوثائق ديالي وشافوا الفيديوهات بالصوت والصوره، وتا هما راه جاوبتهم. قلت له انا ما يمكنش لي نتحرش، انا عندي 5 وليدات عندي في عمر ديالي 71 سنه. الله يكرمك الله يسلمك. اليوم انت جيتي عندنا، شنو هما المطالب ديالك؟ وانا المطالب ديالي تنطلب من الله ومن السلطات باش تعجل لي بداك الشكايات ديالي. الشكايات ديالي
وقت ما تندي شي شكايه تتقبل لا في العام من طرف وكيل الملك، ولا من طرف الولايه ديال الامن، ولا كل شيء، ولا من طرف الدائره، ولا من كل شيء، كاع تيتوصل تيتقبلوا شي كيدي. الا انني ما بغيت تعجل لي بهذه القضيه، خفت لربما خوفا من نمشي نطيح في شي موقف اللي ماشي اللي ما يرضينيش، وما يرضيش العائله ديالي، وما يرضيش ملي بدات تولي تجيني استدعاء بني تنتحرش. طبعا الحل كما لا سيدي دابا المطالب ديالك انهم يلقاو لك كما قلت لنا انهم يلقاو لك الحل. ايه يعجلوا لي شكايات راهم عندهم، شكايات راهم عندهم، يعجلوا لي بهذه القضيه تحيل من هذاك باش نرتاح حتى انا ونطمئن. ملي بديت تجيني يجوني حتى هما شكايات من عندهم من طرفهم وانا ما دايرهمش، ما خديتش فهمتك. دابا سيدي انت حسيتي بحال انك دابا بحال وليتي مهدد بالافراغ، وتقدر انك هما ماشي انا ما جاني حتى شي تهديد الافراغ. الحاجه الوحيده انهم هادو اللي تيتعاملوا معايا بهذا العنف وبالهجوم على ولادي في الدار اللي متقين بالصوت والصوره، فهمتي؟ وداك الشيء ايه هما اللي خلوني نتخوف نتخوف، وفمهم تيقولوا لي والله تا غاتخوي هاد الدار، هما غير كارين. علاش يحلفوا عليا بانهم اذا ما غاديش، هو كاري وانا كاري، ويحلف لي بانني غادي والله تا غنخوي هاد الدار، اذا راه محرش. هادي اللي قالت لي انا الفكره ديالي. طبيعي الحال يعني حنا كنتمناو بلي تلقى حل في اقرب وقت، ولا كانوا هاد الناس ولا هاد الوراثه ديال هاد الدار انا كنشوفو هاد الفيديو يحاولوا انهم يلقاو معاك حل، خصوصا ان سيد الحاله الماديه ديالو بسيطه، وليدات ديالو راهم ساكنين معاه، يعني ما عندوش امكانيات باش انه يخرج من الدار ولا يمشي يسكن في دار اخرى. ما عنديش، نمشي الا مشات حتى في المثل ما تخداش لي حقي ووصلت لشي. انا سبقت هذه الكارثه، جيت لعندكم سبقت لك الكارثه باش توصل للراي العام وتوصل حتى للسلطات، باش حتى الا تفاجات شي نهار وصلت نكون رانا لبيت واحد 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 اديت واحد واحد اشهار باش يقولوا نداء، فهمتي؟ انا تنخلص كراتي، تنخلي راسي بالجوع، وتنادي الواجبات اللي مفروضة عليا، ومربي وليداتي، مربيهم لحد الساعه وليداتي كلهم مجوجين، وكاين اللي والد وكاين اللي باقي هذاك، وكلهم تيحترموني، وكلهم باقين تحت الطاعه ديالي لحد الساعه، واخا بوليداتهم واخا بكل شيء ليهم. علاش؟ باش نبقى احنا عشنا في واحد العائله، ما تنبغيوش نوصلوا لشي حاجه اللي غادي يضحكوا علينا فيها الناس. ولا طبيعه الحال الله يخلي لك وليداتك، الله يطول لي عمرك، الصوت ديالك يتسمع ويتلقى لك حل في اقرب وقت. ونتمنى الصراحه من هذا المشكل ديال فاش كيكون شي واحد كاري، وفاش كيجيو الورثه كيبغيو باش انهم يبدلوا زعما يبدلوا زعما بحال الوثيقه اللي كتكون ما بين مول الدار وما بين الكاري، خصوصا ان مول الدار كيكون عاطي واحد الكلمه لهذاك الكاري، دونك الكاري كيكون غادي على هذيك الكلمه اللي عطاها هذاك مول الدار في الاول. دونك نتمنوا انه يكون شي اجراءات قانونيه اللي دار بحق الناس اللي كيكونوا كاريين من 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 الوالدين قبل ما يجيو الورثه، حيت كنلقاو هذا المشكل بزاف ديال الورثه اللي كيجيو كيبغيو يخرجوا الكرايه من الديور ديالهم من بعد الورث ديالهم. صراحه هذه قضيه قانونيه، حيت من حقهم يقدروا انهم يبغوا يفرقوا الورث ولا يبغوا انهم يبيعوا، ولكن على الاقل هذاك الكاري ياخذ الحق ديالو. ايوا هذا هو. دابا القضيه هو ان عشنا مع الوالدين، كنا لما ندروات ديالهم، وما قدر وعشنا معاهم في الكرا وفي المصاريف وفي كل شيء. ملي ماتوا بقينا هكاك، وكنا حنا تنفرقوا هذا المجتمع ديالنا حنا مغاربه، وكنا تنفرقوا والدينا، كنا كل واحد غادي يشد كراتو وحده، ولكن حنا تنعيشوا والدينا تيكبرونا وحنا تنلبيو
سميتو وداك الشيء ديالهم علينا، هذاك الدين اللي خلاو علينا تاخذوا عشنا معاهم. شكرا لك، شكرا لك سيدي، وان شاء الله نتمنوا ان الصوت ديالك، الصوت ديالك يتسمع وتلقاك حل في اقرب وقت. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه البث ديالنا، نتلاقاو في بث جديد ان شاء الله.